ان ده ما تم اختيارهم. ايوه مش عمالين نقدم ونحرج اللعيبه ونقول تم استبعاد. طيب مش هيقدر ياخد. نرجع تاني لمحمد توفيق موفد القناه. محمد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تحطنا في تفاصيل الصوره عندك. مساء الخير استاذ ابراهيم، باشمهندس عدلي، تحياتي لكم لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني الحمد لله حط نصر الاهلي هنا في دار السلام من في تنزانيا. يمكن الرحله استغرقت تقريبا 5 ساعات و20 دقيقه، يمكن اتحركنا من مطار القاهره في تمام الساعه يعني 6:10، وصلنا هنا مطار دار السلام في تمام 9:30 بتوقيت دار السلام، 8:30 بتوقيت القاهره. يمكن في فرق ساعه استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي ما بين دار السلام والقاهره، يمكن احنا هنا ساعه زياده الاول. يمكن على طول فور وصول البعثه كان معالي السفير سفير مصر في تنزانيا السفير شريف اسماعيل وطاقم السفاره كله بصراحه يعني كانوا في استقبال البعثه. يمكن استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، كل الامور يعني بيتم تسهيلها بشكل اكثر من رائع للفريق لتوفير كل سبل الراحه. يمكن فندق الاقامه هنا فندق اكثر من رائع في مكان مميز، ويمكن يبعد بالظبط يعني ربع ساعه عن مطار دار السلام، وايضا ربع ساعه عن ملعب بنيامين مكابه اللي هيحتضن المباراه ان شاء الله في تمام 6:00 مساء بعد غد السبت ان شاء الله رب العالمين. يمكن كابتن سمير عدلي بقى يعني المدير الاداري للنادي الاهلي وشيخ الاداريين في مصر كلهم كان موجود من هنا في تنزانيا في دار السلام تحديدا منذ اول امس، طبعا للاطمئنان على كل ما يعني يدور حول المباراه من مكان التدريب، كمان فندق الاقامه، كل التجهيزات الخاصه بهذه الامور تم الانتهاء منها بشكل اكثر من رائع. يمكن في اللحظات اللي بكلم حضرتك فيها خلاص اللاعبين وصلوا، تم تسكينهم، تناول وجبه العشاء، والجميع خرج للراحه بعد يعني رحله طيران طويله استعدادا بقى لبدء يوم شاق جدا منذ من يعني بدايه من صباح الغد. يمكن انا بكلم حضرتك دلوقتي حالا الساعه هنا يعني في تنزانيا السنه 10:30 صباحا، خلاص بقينا في صباح يوم الجمعه. يمكن على طول هيبقى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه في تمام 11:00 صباحا في نفس ملعب المباراه بنيامين مكابه، هيعقبه على طول تدريب فريق النادي الاهلي واللي هيقام في تمام 9:00 ظهرا. طبعا دوت لانشغال ملعب المباراه باحتضان مباراه اخرى في دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا ما بين الهلال السوداني والترجي التونسي، نظرا طبعا لاختيار فريق الهلال السوداني الشقيق ملعبه في دوري ابطال افريقيا هنا في تنزانيا. فهتبقى المباراه في تمام 6:00 مساء نفس مواعيد مباراه الاهلي 7:00 مساء بتوقيت تنزانيا. ففريق النادي الاهلي ان شاء الله هيقضي الحصه التدريبيه الوحيده اللي هياخدها هنا في دار السلام هتبقى في تمام 9:00 ظهر غدا الجمعه. وكمان هيبقى الاجتماع الفني بقى اللي هيحضره يعني مسؤولي النادي الاهلي لتنسيق كل ما يخص المباراه من مواعيد وصول الفرق، اعداد الجهاز الفني، اعداد كبار الزوار، وكمان اللبس او الزي الرسمي للفريقين خلال المباراه هيكون ان شاء الله في تمام 6:00 عصرا من يعني 6:00 عصر الجمعه باذن الله رب العالمين. عاوز اكد تاني واقول لحضرتك ان الحمد لله يعني مجلس اداره النادي الاهلي متمثل في استاذ محمد الضماطي رئيس البعثه، السفاره المصريه هنا في تنزانيا، كابتن خالد بيبو المدير الكره، وكابتن سمير عدلي المدير الاداري، مجهود اكثر من رائع، كل سبل الرحمه متوفره للبعثه. يتبقى ان شاء الله بس توفيق ربنا، وكمان يعني دعوات كل جماهير النادي الاهلي، وباذن الله نحقق نتيجه ايجابيه ونرجع بثلاث نقاط غاليه جدا ان شاء الله تفيدنا في صداره المجموعه باذن الله رب العالمين، خاصه في ظل نتائج الفرق الاخرى. استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي. محمد اتفضل شمال الطقس دلوقتي شتوي ولا صيفي ولا معتدل؟ يعني درجة الحرارة حالا وانا بكلم حضرتك دلوقتي يا باشمهندس عدلي 28 درجة مئوية درجة الحرارة، يعني درجة الرطوبة كمان مرتفعة، فده مخلي يعني الجو كمان تحس ان هو لا حاجة و30 درجة مئوية، وانا بكلم حضرتك ان احنا في منتصف الليل. درجة الحرارة بالنهار بتوصل ل 36 37 درجة مئوية، وبس المشكلة الوحيدة هي هتبقى في ارتفاع نسبة الرطوبة. كمان يمكن على طول أول ما وصلت كده بدأت أبص على حالة الطقس، الطقس المتوقع غدا وبعد غد، يمكن المتوقع هطول أمطار سواء غدا أو بعد غد كمان نفس يوم المباراة، وكمان في احتمالات بس ضعيفة شوية ليه يعني يكون في بس عواصف ترابية مصاحبه لهذه الامطار. فان شاء الله يعني نتمنى باذن الله رب العالمين الجو يكون احد العوامل المساعده، ولكن زي ما باكد لحضرتك لا الجو درجه الحراره بنتكلم يعني في منتصف الليل 28 درجه مئويه، نسبه الرطوبه تتخطى ال 40%، فاعتقد كمان مديها احساس زياده بدرجه الحراره. فهو هنا يعني يعني طبعا تنزانيا طبقا لموقعها يمكن على المحيط الهندي وكمان مرور خط الاستواء على طول اعلى تنزانيا، فده مخلي الجو هنا استوائي شويه، فالاحساس اكننا لسه في فصل الصيف عكس طبعا في مصر خاصه مع وقوع تنزانيا في نصف الكره الجنوبي. محمد يعني في ظل طقس انت بتقول بالنهار بتصل ل 36 درجه، هل من السهل الفريق هيتمرن الساعه 12 الظهر علشان انشغال الملعب بالليل؟
للاسف استاذ ابراهيم انت يعني كنت مجبر على دوت. طبعا دي ارتباطات للاتحاد الافريقي، يمكن فريق الهلال السوداني طبعا الملاعب بتاعت يعني الملاعب بتاعت السودان الشقيق كلها لا ينطبق عليها شروط الكاف، فطبعا يمكن فريق الهلال اختار ملعبه يكون بنيامين مكابه هنا في دار السلام في تنزانيا، ففي نفس توقيت المباراه بالظبط اللي هو السادسه مساء، المفروض ان اللوائح بتقول ان احنا نلعب في نفس توقيت المباراه، هيبقى في مباراه اوريدي رسميه يعني ما بين الهلال والترجي. فطبعا الجهاز الفني هنا مع النادي الاهلي لما تم العرض الامر عليه فكان الميعاد يعني انسب ميعاد مطروح هو سنه 10 ظهرا، خاصه زي ما حضرتك عارف ان المباراه يعني بنتكلم ان كل الترتيبات الامنيه تقريبا بتبقى قبل المباراه باربع خمس ساعات، فيمكن ده الميعاد الوحيد اللي كان متاح، ويمكن الفريق طبعا كان لازم يخوض فقره تدريبيه، وطبعا الجهاز الفني فضل انها تكون على نفس ملعب المباراه. يمكن الفريق كمان يا استاذ ابراهيم كان محظوظ باشمهندس عادل ان احنا من 40 يوم بالظبط كان فريق النادي الاهلي بيخوض مباراه هنا في نفس الملعب، بلعب من يمين مكابه امام سيمبا التنزاني في الدور الاول من الدوري الافريقي، فاعتقد ان اللاعبين هيكونوا كمان واخدين حساسيه الملعب والاجواء، فان شاء الله ده يكون عامل مساعد. وزي ما قلت لحضرتك يعني كل الجوانب التنظيميه، الجانب السفاره المصريه، الجهاز الاداري للنادي الاهلي هنا، وكمان رئاسه البعثه برئاسه الاستاذ محمد الضماطي، يعني بيعملوا مجهود اكثر من رائع. انا عايز اقول لحضرتك ان الفندق اللي كانوا موجود فيه النادي الاهلي هنا منذ 40 يوم احنا في فندق مختلف تماما، في يعني مش بجامل او ببالغ، ولكن هو افضل فندق حرفيا في تنزانيا موجود. بعثه النادي الاهلي طبعا انك انت خلاص النظام زمان كانت كل فريق بيحجز الفريق الضيف اللي عنده والمعامله بتوع المس، ولكن طبعا خلاص اللوائح دي اتغيرت وبقى الفريق هو اللي بيحجز لنفسه، فاداره النادي الاهلي طبعا لا تبخل على لاعبيها باي شيء. فعايز اقول لحضرتك ان بالفعل احنا احسن في فندق هنا في تنزانيا، وتم طبعا اختياره بعنايه طبعا كابتن سمير عادل وكابتن خالد بيبو ان يكون قريب جدا من المطار وكمان قريب جدا من ملعب المباراه باذن الله رب العالمين. يعني انا اذكر مش متاكد ان الملعب كان من النجيل الصناعي ولا طبيعي، ولا انت مش متاكد؟ لا هو الملعب نجيل طبيعي. بطمن حضرتك طبعا استاذ باشمهندس عادلي، لا الملعب نجيل طبيعي، يمكن الملعب زي ما قلت لحضرتك استضاف مباراه النادي الاهلي منذ 40 يوم. ايوه انا فاكر يوم 20 اكتوبر الماضي كانت احنا لعبنا قريب على ملعب، كانت مباراه الاهلي وسيمبا هو نفس الملعب الرسمي بتاع تنزانيا. نجيل طبيعي كان في ملعب نجيل صناعي، ما اعرفش ده ماتش ايه بقى. المهم طيب الحمد لله محمد، يمكن السفير المصري شريف اسماعيل سمعت له تصريح قال ان شعبيه الاهلي في دار السلام او في تنزانيا كبيره جدا تكاد تتساوى مع شعبيه يانج افريكانز. انتوا لمستوا ده مع وصولكم ومع تذاكر المباراه والنظام عامل ازاي؟ يعني بحيي حضرتك على هذا السؤال استاذ ابراهيم. يمكن عايز اقول لحضرتك اهتمام اعلامي كبير جدا منذ وصول بعثه فريق النادي الاهلي لمطار دار السلام هنا، كان عدد كبير جدا من القنوات الفضائيه والمواقع هنا المواقع المختلفه ويعني الصفحات او الجرائد المهتمه بكره القدم، كان اهتمام كبير جدا من كل وسائل الاعلام هنا باستقبال فريق النادي الاهلي. يمكن طبعا النادي الاهلي هو الشعبيه رقم واحد في افريقيا كلها، بالطبع النادي الاهلي بقاله فتره هنا بيجي يلاعب سيمبا. طبعا في عايز اقول لحضرتك ان الناس في المطار حتى بتقابلنا بقى المداعبات والجمهور، ان جمهور سيمبا بيساند النادي الاهلي امام يانج افريكانز، الحاجات المعروفه دايما لما بيبقى في قطبين كبيرين في نفس المدينه ونفس البلد. يمكن سيمبا ويانج افريكانز الاثنين موجودين في دار السلام، فيمكن شعبيه النادي الاهلي طبعا طاغيه. يمكن على طول زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي بيجي على طول يلعب سيمبا، الماضي بيلعب يانج افريكانز بجمهور سيمبا بقى زي ما بيقول يعني الحاجات الحلوه بتاعه الكوره دي والشد والجذب ما بين الجماهير في اطار الروح الرياضيه اكثر من رائع، ولكن اهتمام بالغ جدا. يمكن كمان زي ما حضرتك قلت السفير شريف اسماعيل شريف مصر سفير مصر في تنزانيا، كان هو وكل طاقم السفاره بجد بلا مبالغه يعني كانوا موجودين في استقبالنا في المطار، حل كل حاجه بسرعه، كانوا مجهزين حافله للاعيب النادي الاهلي كالمعتاد دايما حافله مستقله عن باقي الجهاز الاداري والجهاز اللي بيشتغل فيه غرف الملابس، على طول نقل المعدات والادوات زي ما قلت لحضرتك كل الامور تمت في سهوله ويسر، ربع ساعه من المطار على طول لفندق الاقامه، وكمان يمكن على طول الكابتن خالد بيبو رجعنا معاكم ده كل الاجراءات بكره، قال لا الملعب بالظبط 6 كيلو متر من هنا من فندق الاقامه لملعب المباراه بيستغرق تقريبا 14 دقيقه، فكل الامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا. شعبيه النادي الاهلي بالطبع استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي مش بس في تنزانيا، الحمد لله يعني كل مكان بيروح في افريقيا يبقى النادي الاهلي هو سيد افريقيا وكبرها والفريق دايما رقم واحد باذن الله رب العالمين. طاقم التحكيم اخباره ايه؟
طبعا يمكن على طول يمكن الاتحاد الافريقي بيبدا يدي بعض العناصر الشبابيه، ولكن طبعا مباراه كبيره بحجم الاهلي ويانج افريكانز، الاتحاد الافريقي طبعا يعني مختار طاقم تحكيم قوي، نتمنى لهم بس التوفيق، يبقى التوفيق معاهم خاصه في ظل عدم استخدام تقنيه الفار في هذه المرحله من البطوله، لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق يكون معاهم، يدوا كل فريق حقه ويخرجوا بالمباراه لبر الامان باذن الله رب العالمين. مش عايزين اكتر من العداله التحكيميه، يمكن زي ما قلت لحضرتك المباراه هتبقى في تمام السادسه مساء، فيعني هيكون على طول مع دخول الساعات الاولى من المساء، نتمنى ده كمان يكون ما ياثرش على درجه الحراره قوي، يكون اليوم كمان ان شاء الله يعني تبقى امطار ما تبقاش كبيره جدا، ما تاثرش على ارضيه المباراه، فنتمنى كل العوامل يعني المؤثره او المحيطه بالمباراه تكون تساعد فريق النادي الاهلي، وكمان الجهاز الفني يكون موفق جدا في خطته واللاعبين موفقين في التنفيذ، وباذن الله رب العالمين الفوز يكون حليفنا، ونرجع بثلاث نقاط مهمه جدا في ظل الصراع في المجموعه الرابعه لدوري ابطال افريقيا باذن الله رب العالمين. المباراه 6 مساء بتوقيت القاهره مش كده؟ 7 6 مساء بتوقيت القاهره يا استاذ ابراهيم، 7 مساء بتوقيت دار السلام، يعني هي 7 مساء هنا لكن السادسه مساء في بتوقيت القاهره، يمكن طبعا كان محدد ليها من قبل انها تكون في 9 مساء بتوقيت القاهره، ولكن طبعا اول الامس تم تغيير ميعاد المباراه واصبحت السادسه مساء بتوقيت القاهره، 7 مساء بتوقيت دار السلام. السؤال الاخير عشان نسيبك تريح، بيرسي تاو كان من المواقف المعلقه لغايه لحظه السفر واتعملت له اشعه وفحوصات قبل السفر، الجهاز الطبي مطمن على حالته ووجوده في البعثه؟ يعني عاوز اكد لك بنسبه 100% يا استاذ ابراهيم باشمهندس عادلي، من يوم ما مستر مارسيل كولر، وده طبعا متابع دايما في النادي الاهلي، بقى في تنسيق تام ما بين المدير الفني والجهاز الطبي ان ما فيش لعيب بيخش قائمه المباراه او بيسافر مع الفريق في رحلات خارجيه الا وهو سليم بنسبه 100%. يمكن مش بس بيرسي تاو، الامر نفسه ينطبق على طاهر محمد طاهر برضو اللي كان اتعرض لكدمه في الكاحل في مباراه سموحه، الجهاز الفني او في مباراه مديامه الجهاز اطمن عليهم بشكل كامل جدا، خلاص لايقين تماما من الناحيه الطبيه، النهارده كمان شاركوا في التدريب الجماعي وكان اخر يعني المران الوحيد في القاهره واخر تمرينات النادي الاهلي في ملعب مختار التتش النهارده، تم مشاركتهم بشكل تام في المران، جاهزين 100% وباذن الله يكونوا يعني عناصر مهمه جدا تكمل عناصر ايا كان بقى ال 11 لعيب اللي هيختارهم مستر مارسيل كولر في المباراه يكونوا موفقين. وكمان عاوز اطمنك يعني من الحاجات الكويسه جدا اللي يعني اسعدت كل جماهير النادي الاهلي هو وجود عمرو السوليه، منذ فتره طويله ما كانش موجود خاصه في مباريات افريقيا، ولكن الحمد لله عمرو السوليه موجود في قائمه الفريق المسافر لتنزانيا، وان شاء الله يظهر بشكل اكثر من رائع وكل دور مع بقيه زمايله ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا ليك يا محمد، والحمد لله على سلامة وصولكم وبالتوفيق إن شاء الله. شكرا للزميل محمد توفيق موفد قناة الأهلي إلى دار السلام، وأعتقد طمنكم بشكل تفصيلي على أحوال البعثة وعلى أجواء المباراة وانطباعك إيه؟ لا ما أنت عارف بقى أنا ينتابني القلق